في جلسات حميمية يستحضر حميد بهجي قصته التي تستحق أن تروى، فكلما اقترب من حلمه يرفع أمامه الواقع لافتة حمراء تمنعه من الاقتراب أكثر، ليزداد عناده وقدرته على تحدي الصعاب إلى أن فاجأ الجميع بقدرته على الانتصار رغم إصابته بالشلل بسبب حمى حادة عطلت أطرافه، ما منعه من الاستمرار في الحلم وعمره لا يتجاوز 5 سنوات. بالنسبة للإعاقة أنا زادت عادي، يعني تقريبا ولد 5 سنين لما عادت لي الوالدة وقالت لي بنت 5 سنين عاد شدك واحد مشيت ديتني زيارة للسبيطار وشدتني هذيك السخانة وهذيك الشيء، من تما من ديك ولد 5 سنين صافي من تما تشللت ولا عندي ديك مرض الشلل، يعني بقيت كنعاني في هذاك المطار السبيطار الصوفي بالبراوات وهذاك الشيء. بقات الوالدة هي كتعاني معايا جرات معايا، يعني كنت كنوض ما والو، مش أنا اللي كانت عندي الإعاقة، الأخ ديالي كان هو معاق. ديت الولد صحيح جبته مشلول، ولاو ليا بجوج، ولا هذاك وهذاك، هذاك بزاف الكبير أجليه بجوج، هذا غير الوحده دغيا وحده ولات يمشي عليها شويه وتيحوم ماشي بحال الأول، بقيت أنا عاني معاهم، مع هذاك ومع هذاك. شويه خرجوا لي واحد نداوي في سبيطار ميريزكو ديال لي الضو، واحد في سبيطار الصوفي، انا ساكنه في الحي المحمدي، تنزل واحد قدام القصر جيت جرت مرضوخ ونحطو عند العساس وندي الاخر، كنت نديهم دابا بجوج تنداويهم بجوج، واحد تنديه لميريزكو واحد تنديه لسبيطار الصوفي، ومعايا الدريه ولا بنت تنربي فيهم ثلاثه، تنديهم ثلاثه تنزل عكاكس تنهز دوك البلانشات تيديرو ليهم باش يسرحو ليهم رجليهم، هي هاديك شويه ولاو تيصيفطوهم ليا لسبيطار العياشي لدار المهراز الخميسات. المهم عانيت بزاف، عانيت معاهم بزاف، وفي الحياة ديالهم ملي تزوجتهم وولدو وليداتهم الاخر بنياتو تبارك الله مصدقو هو مات وهذا اللهم لك الحمد، وليداتو وولدو وليداتو هو الفرح ديالي انا ملي وقفوا على رجليهم ولدوا وليداتهم هذا هو الفرح ديالي. ملي مشى لهاد الرياضة عجبني بزاف وفرحانة به، اللهم لك الحمد. آمن الفتى بأن الرياضة هي القادرة على انتشاله من الهم، فاختار أن يمارس كل الرياضات قبل أن يستقر به المطاف عند لعبة الكرة الطائرة جلوس، باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى لمتحدي الإعاقة في العالم العربي. تجأت بي الوالدة دتني السانتر اللي في حي محمدي، قريت فيه من تما في 1972، كان في ساعة الله شادينا نقالزة وقريت مع نقالزة، وكانوا نقالزة هما اللي مكلفين بنا وكانوا داروا لنا المهم على حسابهم كل شيء، يعني في السفر في كل شيء. المهم حسيت براسي الحمد لله ماشي عندي الإعاقة، ولكن بجهد الوالدة وكل شيء هي اللي بصراحة هي اللي تمحنت. أنا كنت واحد النهار بحال هكا سهل لي الله وقالت لي الوالدة هيا بنت عمك وبنت عمي هذه كابره معنا في الدار وما لقيتش شي صعوبات كما قلنا، كان ولد عمي ولد عمي قال لك مرحبا صافي وسط ما لقيت لا زعما لا اللي يقول لك علاش ولا هذا ولا ما كايناش، هذا هو حيت اللي خديت انا بنت عمي يعني اصلا كابره معنا في الدار، ولا من دام الحمد لله حتى هي مسهله معايا وما كاينش ديك ما عمري سمعت قالتها ليا ولا جرأت شي ناس قالت لي زعما ديك الكلمه ولا نقصت مني ولا شي حاجه، تعرفني عادي لان بنت عمي ما كانش شي مشكل. العلاقه اللي بيني وبين حميد المده ديالها 33 عام، لان اللي تيجمعنا اكثر من رباط رياضي الحمد لله، حنا دابا هذه المده كلها دوزناها في الحق للرياضي، والاخ حميد اللي تيجمعني مع شي علاقه متينه وعلاقه صداقه، ومع الاسره ديالو بكاملها لا الام لا الزوجه لا الابناء، مارسنا الرياضه جميع، واللي تنفتخروا به هو ان الاخ حميد هو الاب الروحي ديال الجمعيه الرياضيه البيضاوي للاشخاص المعاقين، لانه هو اللي جمع هذه الكتله من نهار انطلقنا في هذا المجال الرياضي، فهو الاول هو الاخير
في كل سفرياتنا، في كل المباريات ديالنا، وشي حاجه تنعتزوا بها. ما عمرنا صادفنا شي موقف منه اللي هو سلبي. الحمد لله علاقتنا به تيفتخر بها الكبير والصغير في هذه الجمعيه، وانا تنشهد بها كرئيس انه لولا الاخ حميد باجي فما كانت تستمر هذه الجمعيه بتاتا. كلما قادته خطواته نحو قاعة التدريب إلا وانتابته نوبة نجومية وارتفع صبيب طموحاته وانتصب أمام عينيه حلم الاحتراف، وتمنى لو أن عجلة الزمن تحمله على صهوة الكرة الطائرة من الهواية إلى ضفة الاحتراف، وأن يحصل على بطولات عالمية وأولمبية. أول الغيث قطرة، وحده الإصرار والعزيمة والتدريب الجاد وروح البطولة يقود المرأة إلى ضفة الأحلام. لذا يقبل بطلنا على رياضته ويحول القاعة إلى قدس. المهم هذه الرياضة كنت تلاقيت مع شي أصدقاء وداك الشيء، وقالوا لي راه كاين واحد الجمعية الرياضية البيضاوية هادشي في 86، وبقيت كان تما ملي دخلت معاهم بقيت عارف جميع الرياضات درتهم معاهم، حتى جات كرة الطائرة الزولوس، مارست السباحة، لعب القوى، الكرة الحديدية، الباسكيت، كنت مارس الرياضة هنا جوج مرات في الأسبوع، وكنجيو كنديروا تداريب، وكنديروا لي موفمون، وكنديروا باش الإنسان يكون رولاكس باش يمشي يتبع البالون وداك الشيء، ما يكونش عايجيو يتريني وشحال، كنديروا جميع باش الإنسان يتحل في الرياضة. هي كيجي نتراسي والتيران وكنديروا داك الفيلي وكنديروا كواري، نديروا واحد لي موفمون بعدا بلي كواري عاد ندخلوا لي ماتش. الكرة الطائرة جلوس تعتبر اللعبة الشعبية الأولى للأشخاص متحدي الإعاقة في كثير من دول المعمور. هي لعبة ككرة القدم بالنسبة للأسوياء، الجميع يتهاتف عليها ويحرص على أن يصنع لنفسه مجدا بها ولها. قوانينها نفس قوانين كرة الطائرة للأسوياء، لكن في وضع الجلوس. المهم دخلت مع المنتخب ومشيت مع المنتخب باش نلعبوا كأس إفريقيا، لعبنا مع تونس ربحناها، ربحنا الجزائر، ربحنا ليبيا، لأنهم كاينين ودسنا الذهبية يعني باش ندوزوا لبطولات العالم في 2012، عاد لعبنا في مصر وكل شيء. المهم ومن تما دزنا لبطولات العالم، لعبنا يعني مع العراق مع تونس ومع دوك الناس. المهم توجنا الحمد لله، زينا الدرابو مزيان، بعدا بينا الرياضة الكرة الطائرة زولوس. كتشوف شي حوايج تما كتجي هنا وكتطبقهم مع الدراري، تقول لهم انك كره الا كانت جايه خصك كيفاش تحرك، لا وخصك تحرك، وعندك يعني تتحرك ملي تبغي تضرب لا بال ما خصكش تكون هاز الباصان ديالك، ضربها وتريح الارض. السي حميد اش نقول لك، السي حميد يعني بحال الاخ ديالنا الاكبر، يعني هو اللي جاب جامع هذا الجروب هذا كامل، يعني لما كان هو يعني تقريبا الدراري تقريبا يقدروا يتفارقوا، يعني هو بحال الاخ ديالنا، حنا اصلا بحال العائله، يعني ما تنتفارقوش، يعني تنتلاقاو في قهوه، تنمشيو بعض خدات عندهم الدار باس وعنده، مره تيجي عندي الدار مره، فهمتي؟ يعني حنا عائله، حنا لوسومبر عائله يعني مجموعين، يعني ما تنتفارقوش بيناتنا. التجربه اللي خدنا من الاخ حميد يعني انه جاب هذيك التجربه وعطانا حنا، يعني هو كان هو في الملعب يعني بحال هو العميد ديالنا، هو اللي تيعطينا النصائح، تيدير تشكيله ديال الدراري، فهمتي؟ تيصايب لي جروب، هو انسان يعني خالق ظريف، تعامل مع الدراري مزيان، وسط الجروب تيكون لومبيونس يعني فاش نكونوا خارجين شي ماتش لاعبين برا ولا شي حاجه، يعني تنخلقوا ديك الاجواء، يعني تيكون ديك الاجواء بيناتنا، قوا لاسومبر في لاشومبر ديالنا، يعني تيدير اجواء يعني حماسيه، يعني هو تقريبا قلت لك هو بحال الاخ ديالنا الاكبر يعني جمعنا. في ضوابط اللعبة يمنع الارتقاء ويجوز وضع حائط صد بشري، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود الملاعب المهيئة للتدريب في غالبية المدن. وبكل صراحه اللعب ديال كره الطائره زولوس مع المنتخب شيء جميل، لان كتلعب معاهم كتحس براسك ماشي كتحرك بزاف، وكيتبارك الله شي دراري تيبينوا كذيك الرياضه فين يبان لي فاليد،
وزعما شي يكون داك الشيء ديال المنتخب تتلعب واحد الكواري مزيان معاهم، لان كيحط لك اورا اسوري وكيحط لك كوره بكتب اجراء اسوري، ماشي بحال كتلقاها طايحه ولا شي حاجه، كدير واحد الماتش مزيان كتحس راسك بانك ترينيتي. لا في سطاجات، انا كندخل معهم سطاجات يعني شهر، كتسمح في والديك وتسمح كلشي في طلعه الرياضه باش تبين المعاق، باش تبين رياضه المعاق راه كاينه. ملي تنخرج تنشوف بعض الناس كيفاش كيديروا كيفاش كي حتى في لي موفمون ديالهم كناخذ شي حاجه تما، كتشوف كيفاش كيتحرك كيفاش كيحط رجلو باش حتى تحاول ما يمكن ما تهزش، حتى الا هزيتي الباسان وضربتي كره كتسمى فوت، ما خاصكش تهز الباسان انت ديما تحط الارض كتسمى فولي اس. الشيء ديال الرياضه عطاني واحد القوه كثيره، مابقاش كنحس براسي زعما ماني معاق ولا كنحقر راسي يعني، وتنحس براسي انا حيت الانسان اللي كيقولوا معاق ولا شي حاجه اي حاجه تيديرها، يدير رياضه ممكن يكتب ممكن يقرا ممكن اي حاجه، اللي كيتحدى. وانا حسيت براسي زعما بخير مادام في الرياضه وداك الشيء، وانا مستعمر الحمد لله، وكنتمنى الاخوان اللي جايين الشباب تبارك الله هاد الناس وكنعاونهم حتى هما باش يوصلوا تاهم. الناس ملي تيشوفوا واحد الانسان من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوصل لواحد النيفو أو كتلقاه في واحد الكادر في شي حاجة ولا قرا ولا دار شي إنجاز ولا شي حاجة في الرياضة ولا حتى في الإدارة إدارات وكل شيء، عادي كنحس براسي أنا بحالي بحال أي الناس، يعني ماشي شي عاقة اللي ما تنفهمش ولا شي حاجة، كتبقى حركي يعني ممكن أي حاجة يديرها هذاك الفريد نديرها حتى أنا لا في الرياضة ولا كل شيء. الرساله اللي كنبغي لبعض الاباء وبعض اللي عنده شي واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني يحاول يخرج ولده الرياضه، يقدر يكون عنده واحد النجاح، ولكن الانسان سديتيه في الدار وكل شيء وخليتيه ما عمره ما غادي. انا كنوصي كل واحد عنده شي معاق يخرج للوجود، ما يحاولش يخشيه في الدار يقول لك هذا معاق ولا شيء، مادام عنده فمه وتيهضر وكل شيء يعني اي حاجه يقدر يدير اي رياضه. الطموح ديالي بزاف، الطموح ديالي كنبغي نبقى في هذه الرياضه حتى ونتمنى نكون الحمد لله نبقى مع الدراري مستمر معاهم حتى هما يوصلوا ويديروا شي نتيجه. يقتسم اللاعبون هموم الاعاقه ويبسطون انتظاراتهم من حكومه تعتقد ان الرياضه شان وزاره وليس هم مجتمعها.